صباح الخير على كل وفية. الإذاعة قربة منكم دائما مد غاديو. إن شاء الله صباح سعيد، كل صحة وسلامة كنت منوه لكل الأوفياء. موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة وسلامة ديالكم اليوم من خلال برنامج صحة وسلامة. واليوم موضوعنا غادي يكون على اليانسون، حبة حلاوة أو النافع، كل واحد كيفاش كيسميه، اللي هو واحد من المنسمات اللي كتكون حاضرة كتير في الشيوات وفي الأطباق المغربية. لهذا الموضوع اليوم غيكون معنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني، اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. فمرحبا بكل تساؤلاتكم اللي مرتبطة ومتعلقة بموضوعنا اليوم. وكالعادة أرقام التواصل معنا غتكون مفتوحة وراه الإشارة 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09. ما تنساوش كذلك عن طريق الرقم 50 80، بحيث كتكتبوا كلمة صحة SHA، كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 50 80، ثم الأسماس هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. غادي نبقاو لحظة مع فاصل غنائي ورجع لكم مباشرة، بقوا معنا. ورجعنا أكيد على ميد غاديو، دائما الإذاعة القريبة منكم في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. كيف ما شرنا في بداية الحلقة، موضوعنا اليوم على اليانسون، حبة حلاوة ولا النافع. ولهذا الموضوع اليوم معنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني، اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. صباح الخير وأهلا بك دكتور رمضاني. صباح الخير، تحية ليك، تحية للطاقم، تحية لجميع المستمعات والمستمعين. أهلا وسهلا، كنتمنى إن شاء الله نول عطلة، بالفعل كانت عطلة سعيدة. إن شاء الله ونتمنى تكون كذلك على جميع المستمعات والمستمعين، ونتمنى إن شاء الله الدخول المدرسي وحتى الدخول العمل يكون في أحسن الظروف اللي كتمناها اللي كتمناها وكيتمناها كل سيدة وكل سيد. أكيد إن شاء الله. إذا فقط نذكر المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا اليوم ويطرحوا أي سؤال حول موضوعنا، فأرقامنا هي 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09. ما تنساوش كذلك عن طريق الرقم 50 80، لما كتكتبوا كلمة صحة SHA كتخلوا فراغ صغير وكتبعثوا بسؤالكم للرقم 50 80. اليانسون، حبة حلاوة، النافع، هي كلها أسماء الحاجة واحدة دكتور عبد الخالق الرمضاني، ولكن حبة حلاوة مع النافع ربما في الحجم اليوم قبل بداية ديال الحلقة ونعرفوا المكونات وهذه الأمور كلها، واش كاين شي اختلاف بيناتهم؟ ربما السيدات في الكوزينة لما كيبغوا يحضروا أي شيء وكنعرفوا مثلا أنه حبة حلاوة كتدخل من ضمن المكونات ديال السلو ديال بعض الأطباق، فقط السيدة الحاذقة واللي كتكون دائما متعودة على أنها كتستعملها كتقول لك لا، راه كاين فرق، راه النافع وحبة حلاوة الحجم ديالهم ماشي بحال بحال. هو فعلا كاين فرق في الشكل ديالهم، السيدات كيعرفوه، وهم المهم وحتى في فيما يخص بعض المكونات فكاين واحد الاختلافات اللي هي ولو انها قليله. وحتى المذاق، حتى المذاق ديالهم مثلا، حتى ديك النسبه مثلا ديال لانيتول هو واحد من المكونات اللي كتعطي هذيك النسبه، فكنلقاوها اكثر كاين في 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 النافع اكثر ما هي كان في حبه حلوة. والنسبه ديال الدرجه ديال انها حلوه يعني حتى من بين المكونات فيها كاين كذلك حتى السكريات، فكنلقاو اكثر حبه حلاوه، دونك من الاسم ديالها كنلقاو مرتفع اكثر ما كنلقاوها في الزريعه ديال النافع. حبه حلاوه سي بوكو بلوس كما كيقولوا، سي بوكو بلوس لو فروي، يعني واحد هو اللي كيكون هكاك، هو اللي كنقدروا نعاودوا نزرعوه. الاساس اللي نبغي نركز عليه هو في الاسماء ديالهم، فالاسماء ديالهم فهم لكن بنفس العائله ديال لي زابياسي او لا لي زومبيليفير، يعني هما بنفس العائله. وحتى في الاسماء ديالهم مثلا في الفرنسيه وداك الشيء كنلقاو واحد التشابه اللي هو قريب مثلا ما بين لانيت لانيس لانيس دو الفوانيس، يعني كنلقاوهم حتى في الاسماء ديالهم، يعني كاين واحد التقارب واحد الشكل اللي هو كثير، يعني وحتى الاختلافات، يعني كيف ما القزبور مع الدنوس كما واحد كنعرفوا كاين واحد العدد كبير ديال الناس اللي كنلقاو واحد الصعوبه على انهم يفرقوا ما بيناتهم، فكذلك ما بين النافع حبه حلاوه وداك الشيء، يعني هادو اللي هما مكونات اللي قرر كما ذكرت لانهم قرب لبعضياتهم حتى في المنافع. اللهم ربما الاختلاف كيقدر يكون اكثر بين من اللي كنكون استخلاص ديال الزيوت الاساسيه. ولكن فيما يخص بدا اللي هي الموضوع ديالنا اليوم، وربما راه كاين بزاف الحوايج اللي كنقدروا نسقطوهم حتى على النافع فيما يخص حبه حلاوه. فدائما كنا كنعرفوا على انها اهم حاجه اللي كنستعملوها هي المعده. نعم.
وهي فعلا هي من ناحيه الاستعمالات ديالها في المعده. حنا نضرب بعدا كاين على الفعاليه ديالها فاش نهضروا على دواعي يعني مهمه المرات اللي نقدروا نستعملوها يعني كمصاحبه في الاطباق ديالنا وحتى المصاحبه في بعض المشاكل اللي كتكون عندنا بسيطه في اليوم ديالنا. فكنلاحظوا على انها كيف ما ذكرت فهي يا مزيانه المعده. فكت اذا دوك الناس اللي كيعانيوا مثلا بعض لينوزي يعني داك الغثيان وداك التقيؤ فحبه حلوه مزيانه لهم بطبيعه الحال بالاضافه الى واحد المكون اللي حنا كنا ذكرناه واحد العدد كبير ديال في الحلقات اللي هو السكنجبير واللي كيبقى يعني في هذا الاتجاه هذا يعني مفعول عنده ممتاز. إذا إلا ضفناه مع حبة حلاوة فكتكون أن المنفعة أكثر، خاصة إلا عرفنا بالنسبة لواحد العدد كبير ديال الناس كيكون عندهم مشاكل ديال الهضم، كتكون عندهم كذلك اللي كنسموه ليزيغوفاج، كيكون عندهم واحد يعني الغاز ديالهم كيكون كيحسبوا بالمسار ديالهم في واحد بعض الغازات لدرجة أنه كتقدر تطلع لهم وكتشكل لهم واحد أن كونفور يعني كيحسوا بواحد القلق بواحد يعني ما مرتاحينش مع الناس ولا حتى بينهم وبين راسهم. فحبة حلاوة فهنا كتنفع في هاد يعني كتدير واحد الدور تقريبا ديال أتسوربون بمعنى أنها كتمص وكتنقص من هذيك الغازات. وهنا يعني الاستعمال ديالها مثلا التخلط ديالها كيف ما في بعض المناطق في المغرب كيديروها فكيديروها مع مثلا مع بعض الحويجات اللي معروفين عليهم على أنهم كيقدروا يتفرمونطوا وكيقدروا يتسبوا لنا في غازات. مثلا كان بعض الأحيان اللي كنلقاوهم كيحضروا في بعض الاطباق كمثلا كسيكوك ولا شي حاجه بحال هكا. علاش؟ لانه معروف عليها لانها كتنقص لنا من هذيك الغازات اللي من هذيك الانتفاخ ديال البطن اللي كيقدر يتبع بعض الاطباق اللي كتكون بهذا الشكل هذا. حنا راجعين عندك دائما دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه دائما في حلقه اليوم لبرنامجكم صحه وسلامه وموضوعنا على حبه حلاوه ولا النافع. فاصل يعني نرجع لكم مباشره، خليكم اوفياء كيف ما عودتونا وبقوا معنا. اكيد 0522 46 52 51 او 52 أو 0522 43 00 09 عن طريق الرقم 5080. كتبوا كلمة صحة، خلوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم للرقم 5080. اليوم في برنامج صحة وسلامة حضر معنا الدكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، وإحنا كنتكلموا على حبة حلوة أو النافع. قبل ما نمر ونوصل الحديث على المكونات، دكتور عبد الخالق الرمضاني معنا أسماس من عند سومية كتقول أنا في العمر ديالي 46 سنة وأبدا ما كنقدرش نعرف شنو الفرق ما بين حبة حلوة وما بين والنافع وزريعه البسباس. هو فعلا كما ذكرنا اهم حاجه اللي كنبغي نركز عليها هو انهم حتى بطبيعه الحال في الشكل ديالهم كاين واحد يعني واحد الاختلافات بسيطه ربما حتى في الحجم. نعم. كاين كذلك واحد الاختلافات بسيطه في 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 الرائحة ديالهم، اختلافات فريمون بسيطة، وكذلك ولكن مهم هو كاين واحد الاختلافات ما بين في المكونات ديالهم. نعم. خلينا في الشكل اولا دكتور عبد الخالق باش نساعد المستمعين الكرام قدر الامكان ونفرقوا بيناتهم. زريعة البسباس شنو الفرق ما بينهم؟ الشكل ديالها كيكون شوي صغير، اللون ديالها كيكون واحد يعني كاين فيه شوي ديال الخضورة. كما ذكرنا باش ما نكثروش على سيدة وسادة باش ما نزيدوش لهم واحد النوتغ ديبا، اللي نبغيهم يعرفوا هو انه هاد الاستعمالات اللي انا ذكرتها مثلا حبه الحلاوه كزريعه ولا كحبوب يعني لو كنا غنستعملوها كتيزان فهي تقريبا في جميع الحالات كيف ما ذكرت كتبقى تشابه. يعني حتى دايوغ حتى في بين الفصيل من نفس العائله كنلقاو واحد العشبه اللي حنا كنعرفوها بزاف واللي حنا كنستعملوا الجذور ديالها اللي هي الجزر. حتى الجزر داخل من العائله ديال لي زابياسي لي زومبيليفير اللي داخل معاهم هادو النافع، داخل معاهم حتى الكرويه. يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاعشاب الطبيه اللي هي معروفه اللي هي في نفس العائله. ربما كيبقى الجزر على الراس ديالهم بحكم على ان احنا الاستهلاك ديالو والابعاد ديالو فيما يخص الاهميه ديالو في التغذيه. فهنا فين كيكون الفرق. المهم كما ذكرت فبين المكونات فكنلقاو دوك لي سيسكيتيربين، كنلقاو فوق ماريني، كنلقى لي زاسيد فينولي، كنلقاو فيهم واحد كنلقاو فيهم كما يعني هذا في المكونات، كنلقاو كذلك سكريات، كنلقاو فلافونويدات، يعني كنلقاو واحد العدد كبير ديال المكونات اللي عندهم واحد هما اللي كيعطيو هاد الفعاليه ديال هادو كامل اللي حنا ذكرناهم على الراس ديالهم حبه حلاوه بحكم على انها هي الموضوع ديالنا اليوم. و
وهادشي علاش كيخلينا كنستعملوها كما ذكرت في يعني بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا كيعانوا من انتفاخ ديال البطن، فكتبقى كتبقى حبه حلاوه اولا نافع اولا زريعه البسباس كيبقاو يعني كاختيار ممتاز. وحتى عند الاطفال هنا نبغي نشرح لانه كاين الامكانيه ديال ان احنا نستعملوا حبه حلاوه، ولا احسن منه نستعملوا الزريعه ديال يعني اللي معروف بزاف هو الزريعه ديال النافع. فنحن ملي كنستعملوها هنا كيكون كنقصوا من هذوك الغازات، وكذلك عندها واحد الفعاليه اللي هي مضاده للتسنجات. وهذه هذه مسائل اللي احنا كنذكروها كاملين، مسائل اللي هي يعني اللي ثابته علميا عندها واحد الفعاليه كمضاد للتسنجات. وحنا كنعرفوا التسنجات والدور ديالو الكبير اللي كتلعبوا في باش كتولد لينا هذيك الحريق اللي كيكون عندنا في الامعاء ديالنا. اذا كتبقى الاستعمالات ديال هاد المكون هذا بالطريقه اللي حنا نذكروا. نقدروا نقولوا ان احنا السيدات مثلا غير الطريقه ديال الاستعمال اللي كتبقى حتى هي مهمه، يعني ناخذ واحد 5 غرام كندوب كنديروها في واحد تقريبا واحد 100 سنتيلتر، يعني واحد كاس كبير تقريبا ديال الماء طيب. وهذيك كنخليوه حتى كتبرد مزيان. وهذيك الاستعمالات ديالنا يا اما كنشربوها يعني في مره واحده، ولا كنقدروا نشربوها واحد على نقسموا على 3 مرات ونشربوها في اليوم ديالنا. الا سمحتي نتواصلوا مع المستمعين الكرام، ناخذوا سؤالاتهم دكتور عبد الخالق رمضي باش نجاوبوا عليها في الحلقه ديال اليوم. ناخذوا اول مكالمه معنا حنان على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير حنان. صباح الخير لله. اهلا وسهلا بك، نشكركم بزاف على هذا البرنامج اللي كديروا. مرحبا حنان. الله يسهل امرك. انا يا عندي ان بيبي دو زاموا، ولكن ما تنعرفش المقياس اللي تنديت من السوفون دو تيزان لو سوار النافع او حبه حلاوه، وما تنعرفش المقدار اللي نقدر ندير، واش معلقه واش نص، وتنشري واحد الكميه اللي انا لا باس بها، وكن متخلى في قرعه الزنج من بعد المده تلقى بحال اللون ديالها تبهات. واش هذا دليل على ان انا شريحه قديمه او لا قدام؟ وشحال المده ديال يمكن نكونسيرفيو ديك حبه حلاوه والنافع؟ وسؤال اخر، سمعت ان حبه حلاوه تحتاج باردون تستعمل حتى كم ماسك بوغ البقع السوداء اللي كيكون في الوجه. اسكو سي فري ولا لا؟ وبغيت نعرف واش كاين شي ويل اسونسيال او الزيت ديال حبه حلاوه او النافع استعمال البشره والشعر. واخا، غير شنو المشكل بالضبط اللي عندك في البشره حنان؟ بقع سوداء سيتو، ماشي شي حاجه كثيره، ولكن شنو عارفه شنو هو السبب ديالها؟ واش كلف بقى عندك ولا غير الشمس؟ لا 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 لا، ماشي كلف، هي ديال الشمس. كنت كريم وشدت مع الشمس. واخا نجاوبوا على سؤالك. تريتمون دونك. واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله حنان. غير خليك معنا في الاستماع. شكرا اللي كنتي معنا من مدينه الدار البيضاء. اذا نجاوبوا السؤال عجبني بزاف ديال حنان اللي هو خاص بمده الصلاحيه ديال النافع ولا حبه حلاوه. هنا دكتور عبد الخالق الرمضاني، كنعرفوا انه السيدات ما شاء الله المغربيات لما كتقدى داك الشيء كثير، على اساس انه كل مره غتحتاجو كتلقاه في الكوزينه ديالهم، ما تحتاجش انها تخرج مره اخرى. فمده الصلاحيه بالنسبه للنافع وحبه حلاوه في الدار شحال يقدروا يصبروا عندنا؟ هي انا شخصيا كنفضل ان الاعشاب الطبيه تكون فيفونت، بمعنى انها تكون متجاوزه السنه. وهذا الشيء الا افترضنا ان الظروف ديال التجفيف ديالها كانت في ظروف جيده، الحاله البكتيريولوجيه ايتترا كامله حاله اللي هي ممتازه، معنى انها ما معفناش، انها نقيه، انها يعني مجموعه في واحد الظروف اللي هي مزيانه. كذلك كتبقى الاهميه ديال الحاله البيولوجيه ديالها، بمعنى انها واش فيها يعني هذيك البلاصه فين كانت هذيك الاعشاب، واش فيها مبيدات ولا فيها مستعمل ادويه، لان هذه المسائل هذه كذلك كتبقى مهمه بحكم على ان هذيك المكونات الكيماويه حتى هي كتركز لنا في الاعشاب ديالنا. اذا مهم ان احنا نعرفوا منين كنقتنيوا هاد لي زيبيس ديالنا، هاد الاعشاب ديالنا اللي حنايا من عند واحد المصدر اللي هو موثوق ثقه. ثاني هذه الاولى. ثاني حاجه واحد المصدر اللي هو معروف عليه لانه عنده الرواج، دونك كاين داك لو ستوك كيدور، ماشي كيبقى يدوز عام عامين. وحتى الظروف ديال التخزين حتى هي كيخصها تكون بطرق اللي هي سليمه. في البيت ديالنا مزيان ان احنا ولو ان هاد المساله هاد
هذه صعيبه، ولكن الا كانت الامكانيه فمزيان ان السيدات والساده يديروا بها، الا وهي المحافظه حتى على التوابل تكون في واحد البلاصه اللي فيها التهويه. مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم الامكانيه ديال فيها التهويه، ولكن ماشي داك لان فيها بعض المكونات، فيها بعض المكونات اللي هي طياره، اذا قدرت نقص يعني كتكون في واحد البوكال اللي يكون مسدود. كذلك ما كيكونش فيه واحد درجه كبيره ديال الحراره، وما كتكونش واحد النسبه عاليه من الرطوبه. اذا هنا كنستنتجوا على ان مثلا ملي كتكون مثلا عندنا الكوزينه مخنوقه يعني فيها دوك البخار كيبقى محبوس فيها، فهنا ما كتبقاش هي احسن بلاصه للتخزين ديالها. وهذا الشيء يعني كان اختيار اخر، الا وهو كيف ما ذكرتي قبيله ان حتى ملي كنقتنيو ناخذوا واحد الكميه اللي ما كتكونش كبيره بكثيره بزاف، باش يلاه باش نستعملوها على قبل على قدر الوقت اللي حنا غادي نحتاجوها. ذكرت فيما يخص الرضيع ديالها، فهنايا كاين هذيك الخليط اللي ما عندهاش ضرر، ولو انه مثلا اللي دائما ذوك ثلاثه الحويجات كيكونوا كافيين، اللي هما شويه ديال زريعه الكتان، عفوا حبه حلاوه اولا النافع اولا زريعه البسباس، معهم شويه ديال الكرويه ومعهم البابونج. هادو يعني كيعاونوا الاطفال ديالنا باش نقصوا من هذوك البالونوم ولا داك الانتفاخ ديال البط، كيعاونوه باش كيحاربوا التشنجات، وكذلك كيخليوا الامعاء ديالهم كيخدموا بواحد الشكل. غير سمح لي دكتور عبد الخالق رمضاني، المشكل اللي كان عند حنان قالت الكميه، ما عرفاش المقدار. فيما يخص الكميه بالنسبه للطفل، يعني كما ذكرت واحد النسبه تقريبا ديال معلقه صغيره اولا النصف ديال معلقه صغيره كنديروه ليه في ديك يعني تقريبا واحد 30 ولا 60 سنتيمتر كنديروها مثلا في الرضاعه ديالو، وهذه نقدروا نبقاو نعطوها ليه في اليوم ديالو كامل، يعني بدون خاصه نقدروا نحافظوا عليها في واحد المكان اللي هو بارد، لان ما نخافوش عليها باستعمال ديالها في ديك 12 ساعه ما كتكون بدون اي تخوف. ومن الاحسن ان احنا نعطوها ليه يعني بواحد ربع ساعه ولا شنو قبل الماكله هكا، باش اولا في الوقت ديال فاش كيكون عنده بعض التشنجات، فراح حتى الفعاليه ديالها، وهنا كانت واحد الدراسه دارت في المانيا، الفعاليه ديال هذا الخليط اللي هو بسيط بهذا الشكل هذا، فكتكون تقريبا واحد المده تقريبا ما بين نص ساعه حتى لساعه كتبان الفعاليه ديالهم وكتبان المنفعه ديالهم. اللي نبغي نشير ليه هو انه كاين بعض المكونات بالنسبه بوسكو ذكرت لنا الطفل، فوجبات لنا حتى الزيوت الاساسيه، فهي بطبيعه الحال هاد المكونات هذه كامله معروف على انها عندها واحد زيوت اساسيه اللي هي زيوت اساسيه ممتازه. من بين المكونات اللي فيها انا نبغي نذكر خاصه لانيتول، اللي معروف عليه لانه مضاد، من بين الحوايج اللي فيه هو انه مضاد للجرثومات، وهنا كنقدروا نستعملوه لواحد العدد كبير ديال اللي كان مصاحبه في واحد العدد كبير ديال التعفنات. اللي نبغي نشير ليه كذلك هو ان هذا لانيتول كاين الامكاني ديال انه يدوز مثلا حتى في الحليب ديال الام المرضعه، وبالتالي يقدر مثلا حتى الحليب ديال الام يقدر يتنسم خاص، اذا وهذه المساله هذه كتبقى كتقدر تكون حتى الا استعملت واحد الكميه كثيره من حبه حلاوه مثلا او النفع او البسباس او لا كاين حتى اعشاب اخرى اللي معروف اللي تقدر تكون منسمه، ولا تقدر تلقاو المذاق ديالها كاين في الحليب ديال الام. كذلك فيما يخص الزيت الاساسي، فكاين بعض الحالات اللي كنلقاو فيه واحد المكون اللي هو بواحد الشكل اللي كثير كنقدروا نلقاو فيه الكربون، وحنا كما ذكرنا الكربون هنايا بطبيعه الحال الكربون ماشي الكربون، الكربون اللي هو سيتون اللي معروف عليه لانه عنده بعض المضاعفات. اذا هنايا دائما فاش نقتنيو حتى الزيوت الاساسيه ديال هذا المكون هذا، مزيان ان احنا تكون عندنا حتى واحد الفكره على المكونات ديالها، اولا تكون تحت واحد الاستشاره ديال المختص في استعمالات ديال الزيوت الاساسيه. ذكرت الاستعمال ديالو كماسك، هنا غنرجعوا لهذه النقطه معاك دكتور عبد الخالق رمضاني اللي سمحتي اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. فاصل ونعود للمواصل، خليكم معنا. اليانسون، حبه حلاوه او النافع، هي كلها اسماء المواد المكونات اللي فيها متشابهه، وكذلك الدور اللي كتقوم به، بحيث انها مهدئه للمعده، كتمتص الغازات اللي كتكون في الامعاء، ومضاده للتشنجات والالام اللي كتكون على مستوى البطن. وباش كنستافدوا من كل هذه الامور، ضروري انه بعد ما كناخذوها
نحرصوا على ان المصدر يكون ثقه، لازم ان مده التخزين قدر الامكان ما تفوتش العام. والسلاكها عاده ما كيكون باستعمال 5 ديال غرامات في كاس كبير ديال الماء اللي كيكون طايب او مغلي من قبل، كنخليوها حتى كتطلق ومن بعد كناخذوها كمشروب. كانت هذه فقط نصيحه اليوم. نعاودوا نذكروا المستمعات بالبلوغ ديالك اللي كتبارطاجي فيه هذه المقاطع، شنو سميتو؟ passiondecuisine.overblog.com ولا يوتيوب كاين امونه مزيونه واحد. امونه مزيونه كاين قناه ديالك او يعني في اليوتيوب ورجعنا اكيد على مات غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم باش نوصلوا حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه بحضور الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، وارقام التواصل معنا دائما مفتوحه. كنا توقفنا في النقطه اللي كانت سولت عليها المستمعه الكريمه حنان لما توصلت معنا، هو استعمال النافع او لا حبه حلاوه كماسك على البشره، واش عنده هذا الدور كذلك دور اللي هو تجميلي دكتور عبد الخالق الرمضاني؟ هو اللي ديال الزيت الاساسي ديالنا بالنسبه للبشره، خاصه على انه كاين الامكانيه ديال ديك لا فوتوسونسيبيزاسيون اللي دائما كنذكرها دائما، وهذه مزيان انها تاخذ بعين الاعتبار لا من طرف السيدات لا من طرف حتى المختصين، مزيان هذه كذلك يكون كسؤال بالنسبه للناس، واش كتستعملوا بعض الزيوت الاساسيه، واش كتستعملوا بعض المواد الطبيعيه، لانه اللي كتقدر هي نيت بعض الاحيان يقدر ولو انه كاين الامكانيه ديال التاثير ايجابي يقدر يكون كذلك تاثير سلبي كما ذكر دابا هذه الامكانيه ديال لا فوتوسونسيبيليزاسيون. بالنسبه للليطاش كما ذكرت دائما، فالليطاش انا بالنسبه ليا راه خاصهم واحد التشخيص والتشخيص لهم القرب، لانه كاين واحد العدد كبير ديال الحويجات اللي ضروري ان احنا ناخذهم بعين الاعتبار، يعني القدم ديال هذيك الليطاش فين متوزعين، لا بروفوندور ديالهم، كذلك واحد المساله اللي هي مهمه ذكرتها الاخت، هي انه استعملات واحد العدد كبير ديال الكريمات، شنو هذوك الكريمات اللي استعملتهم مزيان نعرفوا المكونات ديالهم، حيت كاين واحد العدد كبير ديال الكريمات، هنا نبغي نفتح هاد القوسين اللي كيقدروا يعطيونا واحد النظاره بواحد الشكل اللي هو سريع، ولكن كيكون واحد التاثير اللي هو سلبي على البشره مع على المدى البعيد، اللي كيقدروا كذلك يرهفوا لنا ديك البشره ديالنا وكتولي رهيفه، وكيقدروا دوك البقاح كذلك يرجعوا بواحد الشكل اللي هو كيكون من ناحيه التجميليه عنده واحد التاثيرات اللي هي سلبيه بزاف. ولكن استعمال بعض الزيوت الاساسيه هنا مزيان ان احنا نفكروا في الزيوت الاساسيه بالنسبه للاخت، يعني كمصاحبه كتبقى كتعجبني بزاف الورقه ديال السيناموس، الزيت الاساسي ديالها لوريس نوبيليس، كانه من بين المكونات اللي فيه كيعطي واحد الفعاليه مزيان في هذا الاتجاه هذا. وشنو طريقه الاستعمال كتستعملوا في الليل هنا دكتور عبد الخالق؟ انا نفضل ان ملي ديما ملي كنفكروا ان احنا نستعملوهم، ربما كنا واحد المره عطينا السيده الاستاذه الطريقه باش استعمال بعض الكريمات بالطرق وبمواد اللي هي طبيعيه، بنفس الطريقه على الوقت كناخذوا، يعني كيكون عندنا الهدف هو ان احنا في كل يوم ما نفوتوش واحد جوج ثلاثه نقاط ديال الزيت الاساسي اللي كنستعملوهم، الاحسن يكون الاستعمال ديالو في الليل، وحتى المكونات يا اما كنمشيو بعض المكونات الزيتيه اللي هي عندها علاقه مع البشره المدمه او لا مع البشره اليابسه، او لا من الاحسن ان احنا نكون واحد الاستعمال اللي هو ميكس، مثلا نستعملوا البوغ دو كاريتي، نستعملوا زيت ديال اللوز، وفي بعض الاحيان نضيفوا لهم زيت ديال الافوكا، وهادو كتبقى هي الاساس ديال اللي كنقدروا نضيفوا لهم هذيك الزيت الاساسي اللي حنا ذكرناه، مثلا ديال لوغينوب الزيت الاساسي ديال النافع، وداكشي نقدروا من الاحسن ان احنا نخليه لحويجات اخرين. هنا نبغي نشير لواحد النقطه اللي مهمه اللي ربما فكرتني فيها الاخت حنان، اللي هي الاهميه ديال هاد حبه حلاوه فيما يخص السيدات اللي كيعانيو مثلا من ديك المشاكل في الدوره الشهريه ديالهم. فمن بين المكونات ديالها بالاضافه الى انها اونتي سباسموديك، فكتعاونهم كذلك باش كتحسن هذه، خاصه اللي استعملناه كزيت اساسي، وحنا كنعطينا واحد العدد كبير ديال الزيوت الاساسي كذلك اللي كتقدر تصاحبنا في هذه الفتره هذه. نعم، وغالبا الاستعمال كيكون على شكل مساج بطبيعه الحال. غادي نمشي نتواصل مع المستمعين دائما وناخذ مكالمه اخرى معنا هذه المره. ام علي من قنيطره، صباح الخير ام علي.
صباح الخير. الا سمحتي ام علي الراديو اللي حداك طفيه ولا بعدي عليه باش ما يهجمش الصوت. انا بعث منه. مشكوره ام علي، مرحبا بك. صباح الخير دكتور وشكرا على البرنامج. صباح النور. شكرا الاذاعه ديالكم راه محمقانه. الحمد لله، مرحبا بك ام علي. شكرا حبيبه. انا بالنسبه ليا كتبت في الانترنت لاني صحيت عندي دابا لي بيرتونسيون، ما عرفتش واش عندي ولا ما عنديش، لان دزت عند 4 لي كارديولوج وما عندهمش نفس لافي. واحد خرج لي الدواء، واحد مشيت عنده قال لي لا ما عندكش لي بيرتونسيون. المهم حرت داك النهار درت في الانترنت لانيس دايرين كونتر لي بيرتونسيون، وانا كنديرها دائما، انا كنديرها في الخبز، كنديرها بعد خطرات الا كاع حسيت بشي حرقه كنشربها، ما خفت ليكون عندها شي تاثير على لا طونسيون ديالي. دابا انا ما كنديرش الدواء لا طونسيون كاع بتاتا، لان الطبيب الاخراني قال لي صافي، قال لي ما تاخذيش هادو دي كارديولوج دي سبيسياليست اللي مشيت عندهم ماشي هذا. وعندي سؤال ثاني الله يرحم والديك. غير خلينا اولا ام علي، بالنسبه لضغط الدم عاده كيكون القياس ديالو لما كيقيسوا لك ضغط الدم ديالك شحال كيلقاو؟ داروا لي كاع لاباري يا شريفه، داروا لي لاباري وهبطت حتى للرباط ودرت واحد لا غاديو فينا هي، وخرجت لي الطبيبه خرجت لي واحد جوج الكينات ضد ليبرتونسيون. فاش بديت تنشربهم مي تنجي نسجد تنسخف، مشيت عند واحد الكارديولوج، انا ساكنه في القنيطره، مشيت عند واحد الكارديولوج هنا، منين وريت له هذوك قال لك شنو بغيتي تقتلي راسك، بغيتي كذا 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 كذا، هو يحيي لي. دابا انا محافظه على ما كان كل شويه المسوس في الخبز، ولكني عاده وعندي عندي عندي لاباري غير هذيك كنديرها في الدار. كنلقاه مره طالع مثلا 16 تسعود، نقول الدكتور باش يعرف 16 تسعود، مره كنلقى 10 والاخرى كنلقى 6.5. وانا محافظه، انا المهم كنحاول في التغذيه ديالي محافظه على راسي، المهم كنحاول هذا وقطعت الكيلو. شحال العمر ديالك ام علي؟ اسيدي العمر ديالك؟ العمر ديالي دابا عندي 54. واخا 54. نعم. وشنو هو سؤالك؟ كندير شويه ديال الرياضه الصباح، كندير شويه ديال الرياضه وكندخل. المهم محاوله، انا كنسمع رانا تبع البرامج ديالكم ما كنحيدهاش، وانا الصباح كل وانا معاكم وفي العشيه وهذا متبع المسائل. المهم دابا الان ما بقيتش كندير حتى دواء نهائيا. هذا الشيء ملي شفت لانيس قلت انا النافع، ما عارفه المنافع ديالو. ملي جيت لهذا سميتو الانترنت تلقى مصورين بحال الكمون، ماشي بتحلاوه ولا هذا. المهم انا عندي ذاك النافع البلدي ذاك الرقيوق، وهذا مصورين وكاتبين عندك اللي عنده لي بيرتونسيون ما ياخذوش. واخا نجاوبوا على سؤال، نجاوبوا على سؤال ام علي. كان عندك شي سؤال ثاني؟ ايها الشريفه عندي سؤال ثاني. هو الوليد عندي عنده تكريعه بزاف وعنده الغازات بزاف ولسانه كيطيب. هاد المره قال لي شربت غير الحليب خضر، مع عندي تيخدم في طنجه، قال لي شربت ماما الحليب خضر جميل جلسانه طيب. قلت له وليدي عندك الماكله بالزنقه وديك الشيء؟ قال لي لا رانا شربت الحليب خضر ومبستر باستوريزي، ما بغيتش نقول النوم ديالو، وجال كانوا كله فيه لي زفت، ما عرفتش واش من ديك التقوتي تقرع شي تقريعة بحال هذا. نعم. ما عرفتش شنو هو، الا كان الدكتور يعطيني شي روسيت نديرها له. شحال في العمر ديال الوليد ام علي؟ لا لا شحال عنده من عام؟ الوليد زايد على 90. واخا نجاوبوا على سؤالك ان شاء الله. شكرا لك ولحقتكم علينا. العفو، شكرا لك ام علي ومرحبا بك، كنتي معنا من قنيطره. اذا اول سؤال اللي هو محير ام علي وربما بزاف ديال الناس هنا، دكتور عبد الخالق الرمضاني، وما عرفتش واش هي مساله ايجابيه ولا هو خطا كيعملوه كذلك، ذاك الاستشارات ديال عوض الطبيب واحد كيكون واحد 5 ولا 6 وكل واحد كيعطي الراي ديالو، والانسان كيبقى في واحد الدوامه ما كيعرفش شكون هو التشخيص الصحيح اللي غادي يتبعه، غادي يتبع العلاج ديالو. هي الحاله ديال ام علي بالنسبه لارتفاع ضغط الدم، واش كاين شي تاثير من النفع ولا حبه حلاوه على الحاله ديالها؟ هنا انا كما كنقول دائما، فمزيان ان احنا فملي كنكونوا متبعين في ذوك الاستشارات ديالنا، بطبيعه الحال احنا كن دائما كنشوفوا مثلا المعالج الطبيب اللي احنا كنرتاحوا ليه، يعني واللي هو اكسيسيبل لنا، يعني واحد العدد كبير ديال الحويجات اللي مزيان انهم تكونوا عندنا قبل ما نمشيو للمعالج الطبيب ديالنا. كتبقى المساله اللي هي مهمه واللي هي ذكرتيها هي الاستمرار. للاسف احنا ما عندناش ديك الثقافه ديال الصبر. مثلا كنكون مثلا عندنا شي مشكل صحي كنبغيو يتفك بين عشيه وضحاها، يعني ماشي عشيه وضحاها راح نصبرنا، كنبغوه في ساعتها.
هنا مباشرة من بعد أول كينا استعملناها ولا أول نصيحة قالت لنا كنبغيو نتعالجوا. يعني هذا موضوع آخر. هذه المسألة اللي كنبغي نركز عليها هو أن احنا مزيان أن احنا نتفاداو هاد الاستشارات المتكررة والمتقاربة. يعني المشكل واحد ربما كيقدر مثلا هنا حتى الآراء حتى لي كونديتاتور كتقدر تختلف من معالج الى اخر. يعني كما كنعرفوا راه كاين واحد العدد كبير ديال المدارس, كاين واحد العدد كبير ديال لي ريكومونداسيون, كاين واحد العدد كبير ديال التوجهات, كاين واحد العدد كبير ديال القناعات. يعني وهنا يعني كل معالج كيكون عنده القناعات وداك الشيء اللي كتكون جوستيفي. يعني اذا فيما يخص هنايا كما ذكرنا المساله اللي باقي ما ذكرناهاش في 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 حبه حلاوه مثلا لانيس دو, لكن لانيس دو غادي تطيح في النفع في حبه حلاوه. فلي معروف عليها على انها ستيميلونت, معنى انها مهيجه لجميع ما فيهم دوك لي ريزيستونس بيريفيريك ديال كطلع لنا دوك الضخات ديال الدم. يعني ولكن بالمقابل حتى دوك لي ريزيستونس بيريفيريك ديال العروق وداكشي حتى هما ما كيطلعوش ما كيهبطوش بزاف. هادشي علاش كيعطينا واحد ارتفاع نسبي ديال الضغط الدموي. هنا بالنسبه للانسان عادي ما عنده حتى شي مشكل. يعني حتى كيكون المشكل عند الناس اللي عندهم مثلا هذوك العروق ديالهم ديال الشرايين وداكشي اللي كيكونوا مثلا كالسيفي ولا كيكونوا في ديزاتيروسكليروزي ولا شي حاجه بحال هكا, اللي كيكونوا محبوسين. اذا ما كيبقاو صامدين قدام داك الحركه الدمويه اللي كتكون شويه كثيره, واللي من بين الحويجات اللي كيتسبوا ليها حبه حلاوه. وهنايا غادي تحل لنا واحد المساله اللي حنا نسينا ما ذكرناهاش, هي بعض التفاعلات مع بعض الادويه. حيت كما كنعرفوا من هاد المساله اللي حنا ذكرناها, فكذلك فحبه حلاوه من بين الحويجات اللي كتقدر تسبب لنا فيهم, ولانها تقدر تعاون تزيد من غير انها كتكثر لنا الحركه الدمويه كتجري لنا نسبيا الدم. وهذا الشيء علاش الاستعمال ديالهم بالنسبه للناس اللي كيستعملوا بعض الادويه اللي كتجري الدم, فحال مثلا لاوارفارين ولا بعض لي زونتي فيتامين كا, فمن الاحسن انه يتفادى والاستعمال ديالهم هاد جوج مخلطين. ولكن كما ذكرت أم علي, فبالنسبة للاستعمال هي باش كتستعملو كمنسم, وهنا المنسمات غالبا ما كنوصلوش لهذيك المكونات اللي كتوصل لهذه الفعاليه اللي حنا ذكرنا عليها. اذا هنا الاستعمال ديالهم بالنسبه ليها كيكون بدون اي تخوف, كتنسم به مثلا العجينه ديال الخبز وما كتوصلش حتى لديك المنافع ديالو, لانه اللهم كيقدر تكون المنفعه ديالهم يلاه كمضاد للغازات. وهنا غادي نبغيو نهضروا عليها شويه على عادي, وحنا غادي نرجعوا نجاوبوا على السؤال هاتاني اللي كان ديال ام علي توصلت معنا من قنيطره, وكذلك نتواصل مع باقي المستمعين الكرام. فاصل اعلاني ورجع لكم مباشرة, فابقوا معنا. ودائما عالم ميد غاديو اللي داها القريبة منكم في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. دكتور عبد الخالق رمضاني, كان سؤال تاني ديال أم علي من القنيطرة بخصوص الوليد ديالي اللي في العمر ديالو تقريبا عالي 24 عام, وسؤالات على المشكل ديال يعني قالت الغازات, هذه أول حاجة. وتاني حاجة بالنسبة لك الالتهاب اللي جاء على مستوى الفم واللسان ديالو أو ليزافت كيف ما كنسميوهم, فهي كانت كتقول واش مثلا حبة حلاوة أو لكن مثلا شي حبوب أخرى اللي تقدر تعمل لي على شكل وصفة يشربها وعلى الأقل تخفف من الحدة ديال المشكل الصحي اللي عنده. ياك هنا نبغي انا ذكرت الابن ديالها البار, الابن ديالها اليافع علي ماشي وليد, يعني رجل بحكم المشاكل المشكل اللي هم ذكرت اللي نركزوا على باسكو نحب المشكل الموضوع ديالنا اليوم حبه حلاوه. ف حبه حلاوه كما ذكرت قبيله كاين عندهم هاد الامكانيه ديال ان الاستعمال ديالها في ليزايروفاجي, يعني بالنسبه وحتى لي بالونمون. فبالنسبه للناس اللي كيكون عندهم الكثير ديال الغازات اللي كتكون بحال هكا, فهي كتنفعهم كتلعب في بعض الاحيان بحكم على ان واحد العدد كبير ديال المكونات اللي حنا ذكرناهم في بدايه الحلقه فيها, كذلك انا كتلعب كذلك حتى اضافه لذلك حتى واحد الضوء كادسوربون بمعنى كتمص هذوك الغازات. اذا كنا ذكرنا بوسكوليوم النافع, عفوا حبه
حبه حلاوه، نضيفوا لها كذلك الحويجه الاخرى اللي هي البابونج والكرويه، يعني هذا الخليط كيبقى ممتاز. كذلك هادو كنقدروا نضيفوا لهم واحد الماده اللي فيها لا غليسيريزين، ولا غليسيريزين هي كما ذكرت ف يعني من ناحيه الفعاليه ديالها فهي كتوازي لا سيميتيدين، واللي هي يعني لا سيميتيدين اللي هي ماده كيماويه مستخلصة، ولكن كتستعمل في واحد العدد كبير ديال لي سبيسياليتي كمضاد في المشاكل ديال المعده. فلا غليسيريزين في القهوه كنلقاوها في العرقسوس، وكذلك العرقسوس كذلك من بين انه غادي ينفعنا في هذا الاتجاه، كذلك حتى هو كيزيد يقوي الفعاليه ديال هاد الحويجات هادو اللي ذكرنا فيما يخص المشاكل ديال الغازات اللي كتكون عند الطفل ديالها. بطبيعه الحال كيخاصها واحد لهنايا واحد بينسير واحد الاستشاره ديال المختص باش نشوفوا. ذكرت اللون ديال اللسان ديالو، ذكرت واحد الحويجات اخرينات، هادوك مزيان انهم تكون عندهم واحد الفحص مباشر باش يكون واحد الاستشاره. يعني هذه نصائح، هذه وقائيه اللي حنا عطيناها، ما كتعنيش على انها من كتعفينا باش تكون واحد الاستشاره ديال المختص باش هو غادي يشخص لنا اشنا هو المشكل بالضبط. نعم، حنا رقم التواصل معنا دائما مفتوحه لمرفقه كل الاوفياء. هذه المره غادي نمشيو نتواصلوا مع عزيزه على الخط معنا من تازه. اهلا بك عزيزه. للاسف انقطع الاتصال مع عزيزه. طيب نمشيو ناخذوا نعيمه هذه المره من مكناس. مرحبا بك نعيمه. لالا صباح الخير. لالا صباح النور، مرحبا بك. الله يطول عمركم، الله يخليكم لينا دائما ان شاء الله يا ربي، ويطول في عمركم وفي العمر الاجيال اللي تجي بحالكم يا رب. امين والله. لالا الا نورتونا وعالجتونا وكل شيء اللي مهم. اش نقول لك، انا درت واحد القصيده شعريه على هذا الاخر، ولكن ما كاينش الوقت باش نقولها لكم. ان شاء الله نتمنى نديرها في الايميل ديالي ونطرحها لكم. مرحبا يا نعيمه، ومشكوره على المحبه وعلى الوفاء ديالك. والله العظيم الا لقينا راحتنا معكم من كل الجوانب يا لالا. الحمد لله. مرحبا. لالا المشكل ديالي، نعم، عندي لي غاز بزاف في البطن ديالي. أيوة. ودائما كنعاني من العسر في الهضم بزاف، يعني معاناه طويله عندي مع الجوف ديالي من هاد الناحيه. واخا حاشاكنا كل يوم ونمرض غدا، وحاشا كون نمشي نرد ولا كنرد الماكله ديال البارح هكاك. ونصحوني بهذا النافع وحبه حلاوه. أيوة. كنديرهم وخلاص، قالوا لي نزيد معهم الكرويه. ايه. وتنديرهم بواحد المقادير، يعني كمعتادله كندير معلقه كبيره من هذا ومعلقه من هذا ومعلقه من هذا. وكنديرهم بواحد البويطه ولا قريعه نجمعهم، وكنبقى ندير في الكاس ولا يطرود الماء ندير فيه معلقه كبيره مخلطه من هاد المواد كاملين، وتنشرب منها ثلاثه المرات في النهار في الصباح وفي العشيه وقبل الغداء. واخا ولقيت الحمد لله شويه حسيت احسن، يعني الجوف ديالي تطرح لي، رجع عندي حتى يعني ما كانتش الكرش ديالي كتمشى مزيان دابا الحمد لله. وغير بغيت نستشر لهذا الدكتور الله يجازيه بخير علينا، فهذا كيفيدنا الله يجعل ربي يطول عمره ان شاء الله. قالوا لي نزيد معاهم حتى السانوج. واخا. ولا واحد العشبه تسمى الكمون الصوفي. الكمون الصوفي واخا. ومع ان انا عندي كنعاني شويه من هاد المفاصل وداك الشيء، سمعت قال لك الى الانسان كان ياخذ نتاع العلاج ديال لا ديبريسيون ولا ياكل الدواء ديال المواد ديال مضاده الحساسيه ما ياخذش معاهم السانوج. غير بغيت ناخذ رايه نشوف واش هذا الشيء يعني مفيد، واش ناخذو مده طويله معليش، واش ناخذ غير واحد الفتره ونريض، يعني بغيت ينصحني الاستعمال ديالهم. واخا شكرا لك لاله نعيمه، كنتي معنا من مدينه مكناس، وتبارك الله انا كنحييك حتى على الوعي ديالك. ربما دكتور عبد الخالق رمضاني بعض المرات من الاسئله ديال المستمعين الكرام الحمد لله كتحس انه واعي بالامر، واعي بالمشكل اللي عنده. فنبداو باول سؤال بالنسبه للخليط اللي كتعمل ديال حبه حلاوه النافع مع كرويه، وقالت الحمد لله لقات عليهم هي الراحه كيف ما كتقول، ولكن نصحوا بعض الناس انها تزيد معهم حتى السانوج، واش كاينه هذه الامكانيه ولا لا؟ نبغي دائما الاساس ديال المشاكل ديال الجهاز الهضمي، فكيف ما كنقول دائما المساله كتبقى مهمه بزاف، الا وهي الاستشاره ديال المختص. علاش؟ لتفاديا باش يكون عندنا، حيت
باش نحيدو واش كاين شي مشكل اللي هو عضوي، حيت فواحد العدد كبير من كنسمعوا العصب المصارن اللي هو كما كنقول دائما ستان ديغنوستيك ديليمناسيون، يعني حتى كنتكون متاكدين ان الحمد لله الانسان ما عنده حتى شي مشكل. يعني هنا اهم حاجه، اول حاجه كنبغي دائما نبداو بها الا وهي التغذيه، وهنا ربما التغذيه كنعرفوا هي الاساس ديال الصحه الجيده وخاصه ديال الجهاز الهضمي. اذا نبغي نسول الاخت نعيمه على التغذيه ديالها كيفاش دايره وكيفاش متوازنه، واش يعني النسبه ديال الخضر فيها يعني شحال، واش 50% واش اكثر واش اقل بكثير، النسبه ديال النشويات شحال فيها، واش الربع واش اكثر واش اقل، وشحال الاستعمالات الاخرى، يعني واش كيفاش كتخلط الماكله ديالها، نسبه الكميه ديال الماء، واش كتشرب واحد الكميه اللي هي كتكون مناسبه، كذلك الحركه بالنسبه للحركه واش كاين شي تمارين رياضيه ولا كاين غير شي نشاط رياضي، ولو انه المشي، فهادو كاملين كيعاونونا باش يكون عندنا من بين الحويجات اللي يكونوا في الصحه الجيده الجهاز الهضمي ديالنا. عاد فاش كنضيفوا بطبيعه الحال انه كاين شي حويجات اللي كيقدروا يعاونونا كنمشيو معاهم مثلا وذكرتهم مزيان اللي هما النافع او حبه حلاوه الكرويه، وبطبيعه الحال ضفت لهم ضفنا لهم البابونج. بالنسبه للسانوج، السانوج الاستعمال ديالو هو من كانت دارت واحد الدراسه كان دارها واحد طبيب امريكي ولو للاصول ديالو هو لبنانيه، فكان من ذلك الدراسه اللي كانت تثبت على ان من بين المنافع ديال السانوج هو انه محفز للمناعه. وحنا كيف ما كنعرفوا فبطبيعه الحال هذه يعني دراسه اللي كانت دارت على واحد الشريحه، يعني واحد انيشونتيون اللي هو مهم، والدراسه كانت تنشرت وهي دراسه مهمه. دونك هنا يعرف باش نستنجو شويه المنفعه ديال من بين المنافع ديالو، ولو انه كيف ما ذكرت فهو بواحد الكميه كثيره فهو كيقدر يولي اليرجيزون، بواحد الكميه كثيره كيقدر كذلك يكون من بين يعني بواحد فيه يعني كل شيء المنافع والاضرار ديالو، الا كثرنا منه كنقدروا بحكم لانه فيه بعض المكونات اللي كتقدر تقل علينا في الذات ديالنا، لدرجة أن واحد الدراسة ذكرت حتى المادة ديال البلومب بالنسبة للناس اللي كيستعملوه بواحد الشكل اللي هو كتير، خاصة ذاك الزيت ديالو. نعم، سولت كذلك نعيمة غير بالنسبة لهذه الوصفة اللي كتعمل وكتاخذ ديال حبة حلوة مع النافع مع كروية، باش كتنصح دكتور عبد الخالق واش تستمر فيها مدة طويلة ما كاينش مشكل، أو لا تستعملها واحد المدة وتوقفها، شنو الطريقة الصحيحة؟ لا، هي بالشكل اللي هي كتستعملها فتقدر تستمر فيها بدون اي تخوف، فهي في المسائل اللي ذكرناهم في اول الحلقه اللي ذكرنا بواحد الكميه تقريبا ديال 5 حتى 10 غرام على ابعد تقدير ديال الحبات، وهي دايره هنا الخليط ما بين النافع وما بين الكرويه. وكما كنعرفوا حتى الكرويه حتى هي الاستهلاك اللي استعملنا منها واحد الكميه اللي هي كثيره، فحتى هي كنلقاو فيها بعض المكونات اللي كتقدر تضرنا. اذا بهذه الكميه هذه تقدر تستعملهم بواحد المده بدون اي تخوف، غير تلاحظ يعني تحتفظ على التغذيه ديالها وعلى المسائل اللي حنا ذكرناهم لها. شكرا لك دكتور عبد الخالق الرمضاني، اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. موعدنا معك ان شاء الله غادي يكون الاسبوع المقبل ان شاء الله. الثلاثاء، شكرا لك. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد اكيد كيهم الصحه والسلامه ديالكم في الحلقه ديال غدا. لكم اطيب ورق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم ورا ميكروفون مجدولين على مال ادريسي اللي رفقتني في الاخراج، وسامحه في استقبال مكالماتكم. صبيحه سعيده، الى اللقاء.